الخيارات البديلة وأنا أتمنى واحد من الناس وأدعو كاساس كما عمل سابقا بأنه علي جاسم يعني يكون خيار بديل للشوط الثاني مو الشوط الأول أوه. حتى ديه. الجهد البدني نستفاد من عنده من علي جاسم بالشوط الثاني وكذلك بالنسبة أي. يوسف الأمين أنا أتحدث عندما يشتركون بحالة نشطة بحيوية عالية ب... بربما الفريق الكوري يعني كابتن انت تقول ما يقدر يعدون من البدايه يوسف وعلي جاسم صعب يلعب يلعبون 90 دقيقه بجهد عالي برتم عالي لذلك اليوم أنت مو فقط يعني تطارد الكرة تحاول فقط بأن توقف اللاعب يعني يجب أيضاً أن تلمس الكرة أنا باعتقادي أمام الكوري الجنوبي في الشوط الأول من الصعب أن تلمس كثير من الكرات من الصعب أن توصل الكرة إلى أيمن حسين من الصعب أن تخلق فرصة وفرصتين لأيمن حسين لذلك أنا أعتقد يعني الحديث على أيمن أيضاً يعني سنتحدث عنه لاحقاً لكن انا لا. اتحدث لك بانه سيعزلون ايمن حسين في 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 للامام وسيحاولون حقيقه ان يعني يخلقون مساحات في وسط الملعب ويتناقلون الكره للاطراف حتى ينقلون كره سريعه الى منطقه الجزاء